جعفرنا لا يعظم القبور ويلتزم هدي أبيه علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبيه الرابع. عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور، وهذا في الكافي في الجزء السادس صفحة 28 و500. وهذا موجود أيضا في صحيح مسلم. بينما جعفرهم يعظم القبور ويرى البناء عليها والطواف حولها والعياذ بالله كما يراه الناس جميعا في هذه الأيام من تعظيم للقبور قبيح، إحرام واغتسال وطواف بل زحف إلى القبور والعياذ بالله. ليس هذا من دين جعفر. جعفر هذا لا نعرفه. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين، بينما جعفرهم يكفر المسلمين. عن أبي بصير قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرينيهم. قال: فتكلم بكلمات، فأمر بيده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا ليس عنده غلو، بينما جعفرهم مليئة حياته وأقواله وأفعاله بالغلو. عن أبي عبد الله قال: ما لمن زار الحسين، لما سئل ما لمن زار الحسين قال: كمن زار الله في عرشه. غلو لا يمكن أبدا أن نقبله من جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وهذا في كامل الزيارات صفحة 83 و200. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فوالله ما نحن إلا عبيد للذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. هكذا يقول جعفر بن محمد رحمه الله تبارك وتعالى. بينما الذي يراه الرأي الآن عند كثير من الشيعة الاثنى عشرية يرى غلوا في جعفر، يسأل من دون الله تبارك وتعالى ويخاف منه عند قبره ويستجار به هو وغيره، حتى قيل عمن هم دونه في الفضل والمكانة، قيل: باب قضاء الحوائج والعياذ بالله. إن باب قضاء الحوائج هو الله تبارك وتعالى، فسئل غير الله ودعي غير الله وخيف من غير الله
ورجي غير الله لا يمكن أبدا أن يقبل هذا الأمر، ولا يمكن أبدا أن يقول جعفر بهذا القول. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا لا يجيز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء. وسائل الشيعة الجزء 23 صفحة 59 و200. جعفرنا كذلك لا يرى الحلف بغير الله، هذه عقيدته وهذه عقيدة آبائه، ولذلك يخطئ من يقول والنبي وبالزهراء وبالكاظم وبالراس الحار يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، بل إن بعضهم صار عنده الحلف بالله سهلا والحلف بغير الله أصعب، حتى إن بعض العوام إذا أراد أن يتأكد من أمر قال له احلف بالله، قال لبعضهم احلف بالله فيحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بالعباس فيتردد ويتلعثم إذا كان كاذبا. وآخر حلف سمعناه الحلف بضلع الزهراء، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جعفرنا هو جعفرهم وجعفرهم. جعفرنا واضح صريح لا يقول بالتقية، كما دخل على أبي جعفر المنصور الخليفة فقال له بعد أن تهم بأنه يرى الخروج على أبي جعفر المنصور، فقال لأبي جعفر المنصور: لا والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت ولا هذه كتبي ولا خطي ولا خاتمي. قال: فانتظى، أي أبو جعفر المنصور، من السيف، ثم قال له جعفر: يا أمير المؤمنين، ما فعلت ولا أستحل ذلك ولا هو من مذهبي، وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال. وهذا في البداية والنهاية، وأيضا موجود في البحار. فالقصد أن جعفر ابن محمد رحمه الله تعالى كان واضحا، لم يكن صاحب تقية كما تدعى عليه كذبا وزورا أنه كان يقول التقية ديني ودين آبائي، التقية 9 أعشار الدين، لا دين لمن لا تقية له أبدا، لا يقول جعفر هذا الكلام أبدا.